في جديد قضية اختفاء الإعلامي صباح الجنديل، أبدى شقيقه تحفظه على تصنيف القضية كحادث مرور، قائلا إن هناك الكثير من علامات الاستفهام التي لم تكشف عنها التحقيقات. ووجه شقيق الجنديل عبر الراي مناشدة للمعنيين، داعيا إياهم للتدخل في هذه القضية، كما نفى بعض الشائعات حول اختفاء شقيقه. الشباب يعني خفر السواحل بذلوا الجهد على مدى 3 أيام للعثور على السيارة اللي غرقت في الماء، ومن هنا يبدأ يعني تفكيك، نقول لغز الاختفاء يعني. ووجدوا بعض المتعلقات اللي تخص صباح، من ضمنها تليفونه ومحفظته ونظارته والجاكيت. شلون هذه المتعلقات وأنا ما بذكرها الحين تواجدت في قاع السيارة؟ فهذا كله يخليني في موضع تساؤل. أنا إجابة على سؤالك، أنا لي تحفظات، عدة تحفظات في هذا الجانب. أول شيء التحفظ على تصنيف اللي هو الموضوع، يعني الحدث هذا كونها تسجل قضية مرور، هذا لي تحفظ كبير عليه. أيضا عندي تحفظات على جهود بعض الجهات. الآن في شخص مفقود من يوم الاثنين بالليل، كان المفروض في الجهات الاختصاص في وزارة الداخلية أن ترسل كلاب الأثر مثلا يوم الثلاثاء. أناشد معالي النائب الأول وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح الإعازة للجهات المختصة بتمشيط الساحل من جهة بوبيان وصولا إلى المنطقة الشمالية الحدودية مع العراق، لأن هذه منطقة عسكرية وما نقدر إحنا ولا حتى المتطوعين يوصلون فيها. أيضا أناشد معالي الفريق خالد الجراح وزير الداخلية بالإعازة للجهات المختصة ببذل الجهد الكافي في موضوع تفكيك أو فك لغز اختفاء أخوي صباح.